حل فمك وجاوبني. ايش تحب تعرف؟ الفلوس. هاي هزيته سرقتك. وبعد ما سرقتني مشيت قمرت بها هكا ولا ليه؟ تي مقمار بلانيت تبدي تخدر بوك وتقوم تفتفني هكا. مرتي عنيفة وانا انت شنية سامحني؟ انا كي انت كمل علاش تخو فيها؟ تاي عيد شم شو دخلك لهنا؟ تخليها تخدم على روحها مين؟ تخدم على صلي على النبي يا عيد يا عيد صلي على النبي شفم ما صار؟ ايش عمل هذا هنا؟ احكي له ايش عمل هنا؟ يجيب لنا واحدة حبيت يبرم مشيك رمان درك قالوا حبيت صلي على النبي يا عيد البس دبش برح فمك امسحها فينا يا عيد امسحها فينا يا عيد عايش كوي يبيع يا عيد طلع السبيع انا راني بديت نفهم فيك تحب نحكي معك بالمكشوف يزي ما هزيتني وجبتني يا اخي ناوي قبله تاخو بنتي اش موصلنا للكلام اش بيك يا احمد عمرك سمعت مني كلمه مش بوقعتها لا اما انت في بالك الامور تعقدت ياسر وتحب تخرج منك الشعره من العجين ولا اعطاه كلمه وعطاه وزيد الحمى كل يقدروك على خاطرك راجل وصاحب كلمة عندها قتلك هي وانتي شو مدخلك نحكي مع بنتي يا داخل بين الثفر والحم شو رانا مرض رذين بتعطي حلق تر حالتنا متق حالت عن عريضة ما عناش عنا ماكلة ما عناش حالتنا أصل يعني سيست